الجندي التشادي اثبت انه العسكريه ليس علم، انه العسكريه اراده وبساله وممارسه. اهلا وسهلا ومرحبا بك الاستاذ محمد عيسى الباحث في التاريخ الافريقي والسيره النبويه. طيب، في اللقاء الماضي توقفنا عند اللي هي اول لقاء تكلمنا في الممالك، وثاني لقاء وقفنا عند معركه الكوكب او معركه الساطور او مجزره الكوكب. مجزره الكوكب، نعم. بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايوه طبعا، مجزره الكوكب عام 1917. هذه المجزره طبعا يعني رجعت تشات ل 500 سنه ورا، خمسه قرون ممكن، لانه يعني قضت على القاعده العلميه التشاديه. حتى الان يعني بنعاني، بعد 100 سنه ما عوضنا الفراغ هذا، هو شيء مقصود طبعا. زي ما يقولوا الهدم سهل جدا بس البناء صعب. البناء صعب الى اليوم، لسه ما عندنا 400 عالم في كل المجالات، ترى 400 اكثر من 400 عالم. فبعد المجزره هذه طبعا في فصائل يعني تشاديه قاومت الى 1920. عام 1920 فرنسا تمكنت بعد مجازر وحرق قرى وقتل ونهب، تمكنت من انها تتمكن على السيطره على تشاد. وبدات بتقسيم يعني تشاد، بتقسيم الاراضي اللي يعني هي محتلاها فرنسا، زي النيجر، مالي، تشاد، السنغال. فقسمت عشان تقدر تسيطر. هذا سنه كم تقريبا؟ 1920. سياسه تفرق تسد. فقسموا مع حتى ايطاليا وقتها طبعا دخلت ليبيا واحتلت ليبيا، مع انه الليبيين قاوموا، عمر المختار قاوم يعني لمده 20 سنه، حارب الطليان، كان في جيش عمر المختار في تشاديين زي ما قلنا، جوجي عبد الله القرعاني وود الحميد، يعني ناس ابطال كانوا في مع عمر المختار وقيادات. بعد عام 1931 طبعا ايطاليا تمكنت بعد ما اعدموا مسكوا طبعا عمر المختار واعدموه في بنغازي 1931. فبداوا بتقسيم تشاد الحاليه. مساحه تشاد حاليا كم؟ 1,284,000 كيلومتر مربع، دوله غير ساحليه، تحدها ستة دول، محاطة بستة دول: شمالا ليبيا، شرقا السودان، غربا النيجر، والجنوب الغربي نيجيريا والكاميرون، وفي أقصى الجنوب أفريقيا الوسطى. عاصمتها أنجمينا حاليا طبعا فورت لامي، زمان يسموها قلعة لامي، هذا فرانسوا لامي اللي تكلمنا عنه. فسريعا خلينا اديك تضاريس واجواء تشات. يعني شمالا ايش يعني؟ الصحراء طبعا، على الصحراء الكبرى تشات. شمالا مناطق جبليه وصحراويه اللي هي تيبستي وبوركو وانيدي، مساحه يمكن 600,000 كيلو، نص مسافه تشات تقريبا. فجبال تيبستي هذه ارتفاعها زي جبل ايميكوسي، هذه 3,415 متر ارتفاع جبل إيميكوسي، هذا في جبال تيبستي، ممتدة إلى شرق تشات. معلم سياحي. معلم سياحي مرة. وعندك لين جبال إينيدي في الشرق. وفي الوسط عندنا أودية، زي وادي سرو يسموه، هذا في وسط تشات، بحر الغزال يعني بغابات. وعندك في سلامات برضو في، وعندنا بحيرة تشات. بحيرة تشار تتغذى من أنهار، نهري شاري ولوغون. شاري منبع، شاري أعتقد من أفريقيا الوسطى، ولوغون من الكاميرون، ويلتقوا في العاصمة في أنجمينا، وتصب النهرين هذه فين؟ في بحيرة تشات. فهذه سريعا بالنسبة لي. ومنطقة زراعية تشات أساسا، يعني منطقة زراعية، وعندنا ثروة حتى الشمال ترى يعني مغطى بالرمال، ولكن تربة زراعية كلها، وعندك ثروة حيوانية هائلة عندنا. يعني الشعب التشادي 70%
من يعني أرياف، عايشين في الأرياف، شعب يعني يعتمد على الرعي، والباقي زراعة تقريبا 20%. واحد كان بيسأل إنه هل أعداد السيارات هنا في المملكة أكثر ولا عدد الأغنام هناك في تشاد أكثر؟ يعني لو في إحصائية دقيقة يمكن تاني أكبر يعني ثروة حيوانية في أفريقيا تشاد ممكن، بعد السودان ممكن. المهم ما بين 1920 و 1960 إلينا الاستقلال في أحداث صارت، طبعا أهم الأحداث اللي صارت في ودور تشاد فيها، الحدث الأهم طبعا الحرب العالمية الثانية، دور تشاد في الحرب العالمية الثانية. لو قلنا بشكل مختصر جدا سبب الحرب العالمية، سبب الحرب العالمية الثانية طبعا امتداد للحرب العالمية الأولى. طبعا الحرب العالمية الأولى بدأت 1914 وانتهت في 1918، 4 سنوات استمرت، فما اتحسمت الحرب العالمية الأولى، هدنة يعني معاهدة فرساي ما حسموها نهائي، ففرض طبعا ألمانيا الحرب العالمية بين مين ومين، يمكن البعض يتساءل، بين دول الحلفاء ودول المركز. دول الحلفاء اللي هي فرنسا وبريطانيا وروسيا وأمريكا، هذول دول الحلفاء يسموا. دول المركز ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية. العثمانية وقتها خلاص بتحتضر يعني على فراش الموت زي ما يقولوا، وقتها خلاص مفروض ما تشارك في الحرب العالمية الأولى. فانهزمت ألمانيا، دول المركز انهزموا، ففرضوا على ألمانيا أول شيء تدفع خسائر الحرب العالمية الأولى كلها على ألمانيا، تدفع مليارات لكل دولة، لفرنسا لبريطانيا، وممنوع تصنع أسلحة يعني ثقيلة زي الدبابات طائرات حربية، وجيش ألمانيا لا يزيد عن 100,000 جندي. يعني في شروط يعني اعتبروها إهانة لألمانيا. فهتلر واحد اسمه أدولف هتلر وقتها كان عريف في الجيش، كان يوصل البريد من خندق لخندق، فبعد شخص عادي بعد اتفاقية فرساي هذا في باريس طبعا سوى معاهدة، فأسس حزب، كون حزب النازي، حزب النازي لين وصل الحكم. باختصار طبعا بعد قصة طويلة، عام 33 صار المستشار الألماني يعني رئيس ألمانيا، كلمة مستشار يعني رئيس في ألمانيا، إلى اليوم رئيس الوزراء يسمى مستشار الألماني. بعد ما صار مستشار فبدأ يعني بتصنيع، طبعا ما اعترف باتفاقية فرساي هذا شافها إهانة، فبدأ بتصنيع الأسلحة طيارات والدبابات علنا ولا يعني علنا تقريبا. والغريب انه بريطانيا وفرنسا ما اعترضوا يعني في البدايه، طبعا ما في بالهم انه هتلر يقوم يوم من الايام ويغزو اوروبا كلها. المهم في البدايه طبعا ضم دول اللي تتكلم باللغه الالمانيه زي النمسا زي تشيكوسلوفاكيا، بعدين عام 1939 غزا بولندا، فبريطانيا وفرنسا أعلنوا الحرب ضد ألمانيا، بدأت الحرب العالمية الثانية. طب لو نتكلم عن دور تشاد، خلينا دور تشاد في الحرب العالمية، دور تشاد لما ألمانيا غزت فرنسا واحتلت فرنسا عام 1940، في خلال 45 يوم احتلت فرنسا، دخلت باريس القوات الألمانية، فطبعا فرنسا استسلمت، بس في بعض الجنرالات ما استسلموا زي واحد اسمه شار ديغول، هذا ما استسلم، سووا شكل حكومة في المنفى في بريطانيا وقال نقاوم ما نستسلم. طبعا الباقي الجنرالات استسلموا وشكلوا حكومة وعاصمتها في مدينة فيشي في جنوب فرنسا، فاستسلموا للألمان، ألمانيا احتلت باريس العاصمة يعني. فهذا شار ديغول ايش سوى؟ لف على دول افريقيا مستعمرات في فرنسا وقال لهم انتوا هتدعموني بجيوش يعني جنود نحرر فرنسا وتاخذ استقلالكم، يعني اديكم كل دوله تاخذ حريتها. ذكرني بعنتره، قصه عنتره عنتر بالشدة. نعم. يعني شيء غريب، دوله محتله. المهم دور تشاد
جاء أخذ منتشات 19,000 جندي، 19,000 جندي منتشات بس، ومن السنغال 20,000، ومن المغرب كم ألف جندي، من ساحل العاج، من مالي، من النيجر، يعني أخذ يمكن زي 2,000,000 جندي، 2,000,000 شخص، 19,000 بس منتشات. اللي رجعوا منتشات آحات يعني تعدهم على الأصابع، يمكن كلهم ماتوا يعني. كلهم ماتوا تقريبا. قريب كان في كم واحد يأخذ رواتب عندهم معاشات طبعا. المهم فشاركت دولة تشاد، شاركت طبعا في الحرب العالمية الثانية ب 19,000 جندي، وانتصروا في الأخير طبعا الحلفاء. كانوا يقولوا إنه الجندي التشادي مختلف عن الجنود الثانية. أيوة الجندي التشادي، يعني شجاعة الجندي التشادي، راح نتكلم عن الجندي التشادي في حروب حرب معركة التيوتا أو حرب التيوتا قدام مع ليبيا. الجندي التشادي أثبت إنه العسكرية ليس علم، إنه العسكرية إرادة وبسالة وممارسة، بالذات الحروب الخاطفة. إحنا حروب طويلة المدى ما نقدر يعني، لأنه طويلة المدى يبغى لها أسلحة وعتات وطيارات ودبان، لكن الحروب الخاطفة زي يعني الحروب السريعة، حرب المدن، تشاد يمكن من أفضل الدول في العالم عالمية بالحروب الخاطفة. على طول يمشي، أيوة على طول يهجم ويحتل في خلال 3-4 أيام خلاص يحسم المعركة. يعني تشاد في الحروب الخاطفة، إن شاء الله نتكلم في معركة وادي دوم وفادا، يعني أدهش العالم الجندي التشادي عام 87. حتى اليابان اندهشت، إلى اليوم يمكن بتدي لتشاد سيارات تويوتا، أن أول دولة يمكن تحارب بسيارات تويوتا رباعية الدفع ضد دبابات وطيارات ميك 21 والميراج. ليبيا كانت عندها جيو يعني أسلحة ثقيلة، تشاد أسلحتها كلها خفيفة وقتها. راح نتكلم في حرب تفاصيل أكثر إن شاء الله في حرب ليبيا. المهم بعد عام 35 صار حدث يعني خطير عواقبها وخيمة قدام. سبب حرب تشاد وليبيا إيش السبب؟ السبب عام 1935 قبل الحرب العالمية الثانية بأربع سنوات، صارت اتفاقية بين إيطاليا وفرنسا. إيطاليا تأخذ شريط أوزو، شريط أوزو اللي هي شمال تشاد، يعني عرض 400 كيلو وعمق 100 كيلو جهة، و70 كيلو من 70 ل 60 كيلو يعني شمال جنوب، مساحة إجمالي المساحة 80,000 كيلو تقريبا، يعني أكبر من بلجيكا مرتين ونص، أكبر من دولة بلجيكا مساحة الشريط أوزو، أكبر من دولة البحرين 10 مرات يمكن، أكبر من دولة قطر 7 مرات المساحة هذه، مساحة كبيرة قد مساحة تقريبا دولة الإمارات شريط أوزو. فإيطاليا قالت أنا أخذ شريط أوزو، تضم شريط أوزو لليبيا وتدي لفرنسا منفذ على البحر الأحمر اللي هي جيبوتي حاليا، جيبوتي مستعمرة فرنسية. فوافقت فرنسا وسووا اتفاقية، الاتفاقية هذه تتلغي بعدين، سووا اتفاقية ثانية بعدين فرنسا تلغي الاتفاقية، وقتها إيطاليا أقوى. بس الاتفاقية اتفاقية 35 ما وقعت من قبل البرلمان الإيطالي ولا البرلمان الفرنسي، تعتبر لاغية. فعام 53 إيش صار؟ فرنسا يعني جابت علماء جيولوجيين ونشرت العلماء دول في أفريقيا كلها من ضمنها تشاد، اكتشفوا إنه شريط أوزو يعني فيها ثروات هائلة من يورانيوم ومنغنيز ونحاس وغير الذهب، يعني أهم شيء عندهم اليورانيوم. أحس إنه الإيطاليين أذكياء، كانوا يعرفوا إنه في شيء أكيد، ولا ما قالوا الشريط إيش يبغوا بالشريط، منطقة جبلية وصحراء. فإيش سوت فرنسا؟ لغت اتفاقية، لأنه إيطاليا انهزمت في الحرب العالمية الثانية. إيطاليا كانت مع مين؟ مع هتلر وقتها طبعا، انهزمت الألمان والإيطاليين واليابانيين انهزموا في الحرب العالمية الثانية، والدولة العثمانية طاحت، طاحت في الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الثانية عام 45 طبعا بدأت 39 وانتهت 1945، 6 سنوات استمرت. انهزموا دول المركز اللي هي دول المحور، إيطاليا وألمانيا واليابان. اليابان طبعا استسلمت بعد
سقوط قنبلتين ذريتين في هيروشيما وناكازاكي. ليتل بوي يسموها القنبلة الأولى، الولد الصغير. المهم فعام 53 فرنسا بعد ما اكتشفت انه في ثروات هائلة في شريط اوزو لغت اتفاقية 35 وسووا اتفاقية ثانية. في الاتفاقية الثانية رجعوا شريط اوزو لتشاد. فعام 72 لما يجي القذافي، بعدين نتكلم ان شاء الله في الموضوع هذا، معاه طبعا وثائق 35 يقول لك شريط اوزو هذه لليبيا مش لتشاد. على اساس انه كانت لايطاليا. لايطاليا نعم، بسبب الشريط هذا حتصير يعني حرب طاحنه بين تشاد وليبيا، والضحيه الشعب التشادي والشعب الليبي. يموت يمكن اكثر من 10,000 ليبي واكثر من 3,000 تشادي. معارك طاحنه عام 6 من 84 الى عام 87. لو رجعنا لورا شويه، اذا ما صارت الاتفاقيه هذه اللي هي حقت اوزو زي كذا، فايش راح يكون؟ يعني ما راح يكون المكان هذاك، راح يكون لتشاد خلاص. لتشاد في البدايه اصلا. مو ايطاليا لما اكتشفوا الايطاليين انه في ثروات هنا في شريط اوزو، فادوا لفرنسا منفذ على البحر الاحمر وباب المندب، واخذوا شريط اوزو ضموها مع ايش؟ مع ليبيا. عام 53 الفرنسيين لما اكتشفوا انه في ثروات هائله في الشريط، الثروات هذه ما لم تستغل الى اليوم ترى، لسه ما استغليناها. موجوده الى الان. موجوده الى الان. الشركات ما جات احتياطي، فرنسا حطها احتياطي للمستقبل، لانه عندها يورانيوم حاليا فرنسا، يورانيوم النيجر، وعندها يورانيوم في الكونغو، كونغو كينشاسا. يعني لسه ما حاليا مش محتاجه ليورانيوم حاليا. جميل. وفي شرق تشاد برضه في يورانيوم ترى. شرق تشاد. في ايوه امتداد جبال دارفور اللي داخله على تشاد. ففي قاعده عسكريه فرنسيه هناك الان. جميل. موجوده. جميل. معناه انه في كل شيء الشعب يحتاجه عشان ايش؟ يعيش برفاهيه على قولهم. العلم. احنا ينقصنا التعليم. تعليم ايش السبب؟ السبب فرنسا برضه الاستعمار. يعني واحنا برضه يعني المفروض ننشط اكثر من كده، لكن السبب الرئيسي الاستعمار. الاستعمار قضى على بالذات الاسلام، كان تركيزهم على المسلمين ترى. ففي الفتره هذه ترى برضه في مقاومه، يعني ما استسلم الشعب التشادي وخلاص يا فرنسا تعالي وادخلي، لا، في فصائل مقاومه. راح نتكلم في الفصائل هذه ان شاء الله بالتفصيل. في الاخير في عام 64 هتتكون فصيل الثورة التشادية يسموها ثورة فرلينا. هتتكون يعني ثورة خطيرة تقوم ضد الجنوب. هي ثورة إسلامية لكن لا، هو ضد ثورة ضد الظلم والاضطهاد. الفرنسيين طبعا مقصود طبعا، يعني سياسة تفرق وتسد، هم اللي حرضوا الجنوب ضد الشمال، لأنه حطوا رئيس من الجنوب. أول رئيس هذا تمولباي اسمه، فرانسوا تمولباي. هذا أول رئيس شاد. أول رئيس أنغرتا تمولباي اسمه أصلاً، كان يسموه فرانسوا. هذا طبعاً مدرس كان، ما يمكن متوسط والله، مدرس ما له في السياسة، كان ما يعني ما يعرف شيء في السياسة. حطوه رئيس كان ما يدرك خطورة الشمال، لو يعني يدرك كان يشكل حكومة من الشمال والجنوب، وركز في الجنوب. في قبيلته هو بس. عشان كده هتصير مشاكل في تشاد، حرب أهلية من 64 إلى يمكن 2008. هذا طبعا بعد الاستقلال ولا بعد الاستقلال؟ إيه. الاستقلال صار تقريبا 1960. هاي اللي راح نتكلم إن شاء الله في الاستقلال في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بإذن إن شاء الله. هذا بالنسبة ل 1920 إلى 1960 الأهم حدثين اللي هي اتفاقية 35 ودور تشاد في الحرب العالمية الثانية. طبعا الحلقتين الأولى إذا تبغى يعني تمشي مع التسلسل يبغالك تشوف الحلقتين الأولى عشان إيش تعرف بداية التاريخ التشادي العريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.